في ظل التمسك بكوتينيو حتى الآن لم يغادر القلعة. أولى قادمة لمصلحة ليفربول، الكرة من وسط الميدان تقطع لتعود مرة أخرى لمصلحة ليفربول في هذه اللحظة، الذي يحاول عن طريق محمد صلاح. أكثر من هدف سجل إلى جانب ليفربول، من ضمن هدف في مرمى أتلتيكو ويغان. هذه يلعب كرة عرضية لكنها إلى خارج عرضية الملعب، إلى ركلة مرمى تتحول إلى مصلحة أتلتيكو بلباو. كرة محمد صلاح غادرت أرضية الميدان، الذي يأتي كأساسيا في هذه المباراة. لاحظ الكرة مرة أخرى الملعوبة عرضية لكنها إلى جوار القائم من محمد صلاح، إلى خارج أرضية الملعب. أكثر من لقطة لعرضية صلاح التي وصلت إلى خارج أرضية الميدان. بدأ الأمر أساسا بالقطاعات السنية ونوعية المباريات في بلجيكا عند القطاعات السنية من أجل تهيئة اللاعبين في المستقبل، وهو ما تحقق بالفعل أنه بلجيكا. الكل أصبح يتحدث عن المنتخب البلجيكي في كأس العالم 2014، إلا أنه في اليورو الأخير تعرض إلى خسارة مدوية على يد المنتخب الإيطالي المثير مع أنطونيو كونتي. وكرة لمصلحة أوريغي إلى خارج أرضية الملعب البلجيكي، يهدر فرصة ممتازة من أمام المرمى، لم يتعامل معها كما يجب. الكرة بلمسة ممتازة من فيرمينو إلى أوريغي، ثم أوريغي. التعامل كان سلبي للغاية مع هذه الكرة التي جاءت بجوار القائم الأيمن إلى خارج أرضية على الجهة اليسار. أوريغي يلعب الكرة باتجاه محمد صلاح، صلاح عنده كرة في الجهة اليمنى، صلاح وتغطية دفاعية موجودة، والكرة معادة من فيرمينو البرازيلي. طال استفاد فرنانديز من النادي اعتماد نهج أكثر مرونة في استقطاب لاعبين خارج إقليم الباسك، تكون لهم أصول دقيقة. لتصل على الجهة اليسار إلى صالح ليفربول، الكرة ملعوبة عرضية ممتازة باتجاه محمد صلاح المقاتل. الآن على كرة يلعبها عرضية وراسية، وكرة إلى خارج عرضية الملعب، إلى ركلة مرمى ممتازة. الذي غاب عن جولة ليفربول في ألمانيا في بطولة الودية، بطولة أودين الودية، الكرة ملعوبة عرضية لكنها تقطع وتعود مرة ثانية. يتعامل مع المباراة كما ينبغي. الكرة لمصلحة مرة ثانية من أجل هدف ثاني، إضافة هدف ثاني محمد صلاح. والكرة تصل باتجاه حارس المرمى. إذن جولة مستوى النتيجة أو على مستوى الأداء الفني في ملعب المباراة، الكرة ملعوبة من الجهة اليسار وانطلاقة باتجاه محمد صلاح، ولكن الكرة من أمام محمد صلاح. ما قد أن تتأخر حتى لجزء من الثانية، أن تفكر لجزء من الثانية. الكرة إلى محمد صلاح، محمد صلاح في كرة ملعوبة إلى الجهة اليمين عرضية لكنها مقطوعة. ترجع مرة ثانية كرة راسية إلى محمد صلاح، مقطوعة من أمامه، والمحاولة لمصلحة ليفربول على الجهة اليسار. أوريغي. نقترب من الدقيقة 40 في زمن شوط المباراة الأول، وبالتالي المتبقي 5 دقائق معنا على النهاية من شوط المباراة الأول. محمد صلاح العادي للخلف من أجل أن ينفك من الرقابة الدفاعية المفروضة عليه. ويليامز العلامة الفارقة في الفريق،